قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. أي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا تصرفا هو المتصرف الملك، وملكا أي هو المالك فهي ملك له، وخلقا هو الخالق وكل مخلوقاته فهي له، ما في السماوات ما في الأرض، وأنت من جملة من في الأرض. فالذي خلقك وهو ملكك وهو مالكك وهو مدبرك ألا يعلم ما في نفسك؟ فهو يعلم خلقه ومخلوقاته ومملوكاته ومصنوعاته، وأنت من جملة من في الأرض، فهو يعلم ما في نفسك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي يعلم ذلك فيحاسبكم عليه يوم القيامة. إذن إن تبدوا ما في أنفسكم أي تخفوه، إن تبدوا تظهروه أو تخفوه يحاسبكم به الله. ما هو المراد؟ نعم، المراد الأعمال القلبية والملكات النفسية المستقرة في النفوس، إذا كانت ذميمة ومنهي شرعا عنها تؤاخذ عليها يا إنسان. أما الوساوس والهواجس والخواطر وحديث النفس وما شاكل ذلك ما يخطر على بالك من أمور محرمة والقلب ينكرها ويردها وهي الخواطر يعني، ومنه الخطار يا إنسان، الخطر والخطور عن السرير، يقولوا جاء خطار، الأصل خطار إنه وقف على الباب رأيتين كلموا مع السلامة، أما إذا دخل البيت ما بقوا خطار، صاروا ضيوف يا إنسان، والضيوف يبركوا كمان يقيموا ساعتين وثلاثة وسبع الخطار لك، ما بقى خطار، صار حجار سطور، نسأل الله العافية، صار السؤال القضية. إذن يا إنسان الخاطر ما يمر سريعا، والوساوس معلومة، وحوادث حديث النفس هذا معفو عنه، لأن الله تعالى يقول بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما لا يضاق لا يكلف به. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم المراد من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي بيان لإن تبدوا ما في أنفسكم. قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو يتكلموا. وهكذا إذا ما المراد إن تبدوا ما في أنفسهم أو تخفوه؟ يقال المراد بذلك أعمال القلوب، النيات، النية السيئة الذميمة التي عقد على فعلها القلب مؤاخذ عليها إذا كان سيئا، النية والحب غير الشرعي مؤاخذ عليه، والبغض غير الشرعي مؤاخذ عليه، وهو أنك تبغض الرجل الصالح، ليش تبغضه؟ لأنه صالح، إيش بينك وبينه؟ ليش لا تحب فلان؟ هيك لأنه صالح، هذا بغضك مو شرعي، إذا مؤاخذ على هذا، هذا عمل قلب. وهكذا كل ما نهى عنه الشرع واطمأن في القلب ووصل إلى حد عقل القلب عليه من نيات كما قلنا وعزائم قلبية وما شاكل ذلك أنت مؤاخذ عليه، ومنه الحقد والحسد والبغضاء والشحناء، تحمل في قلبك غلا حقدا على فلان وفلان لأمر دنيوي. إذن يا إنسان أنت مؤاخذ عليه، يجب أن تزيل هذه الصفة، أن تسعى في إزالتها، وإلا أنت مؤاخذ على ذلك الغل، الحقد، الشحناء، البغضاء، الحسن إلى آخره، كبر النفس، أنت في نفسك عظيم، وكل الأمة حقيرون، كل الناس حقيرون بالنسبة تراهم بالنسبة لك، هذا كبر، هذا تعاظم، هذا عجب، هذا ترفع من أعمال القلوب، هذا حرام يا إنسان، هذا لازم تزيله، ولذلك أبديته أو أخفيته الله يحاسبك عليه.
فبعد ذلك انتبه، تاب الله عليك، وإن لم تتب أمرك إلى الله، قد يغفر وقد يعذب هذا الرجل الآخرة. ولكن هذا ذنب، هذا ذنب. ولهذا يجب على المسلم أن يسعى في طهارة القلب ويتحقق بتقوى القلوب. فكتمان الحق عند بيان الحق يقال هذا من آثام القلوب. كتمت الشهادة الموقوف الحق عليه، تعرف حق لم كتمت، أو عكست صاحب الحق غير الحق، قالوا من يكتمها فإنه آثم قلبه. والله ما تعملون عليه لله ما في السماوات ما في الأرض، الآية بعده، وإن تبدوا ما في أنفسكم أي من كتمان الحق وإعطاء حق لغيره إلى آخره، هذا من الجملة.